تقول لنا المرور ايه الاخبار؟ هقول لك دلوقتي. يلا بينا. بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي الجوله المروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات المختلفه دلوقتي قبل ما الناس تنزل من بيوتها. هنبدا جولتنا من القاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر للمتجه لمنطقه رمسيس وغمره، هنلاقي هناك في سيوله مروريه. اما اللي مكمل معانا في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه غير مؤثره على الحركه المروريه، لكنها بتزيد بعد كده مع ساعات الذروه الصباحيه. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيوله مروريه كبيره، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي كمان بيشهد كثافات مروريه انما نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضه، وهناك برضو في بعض الكثافات وبتظهر كثافات مرورية كمان للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا لحد كوبري 15 مايو، وده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية كمان للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. كمان ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. هنستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وناخد بالنا ان الطريق الدائري القادم من اكتوبر لسه مغلق كليا بمنطقة القوس الغربي المريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي للي قادم من الاسكندرية في اتجاه ميدان الرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري والقادم من مدينة السادس من اكتوبر. تم تحويل الحركة المرورية من الطريق الدائري لنفق حازم حسن ومنه لطريق اسكندرية الصحراوي، وكمان استخدام محور 26 يوليو او محور رود الفرج، وفي كمان برضو الطريق السياحي بديلا عن الطريق الدائري اللي جاي من طريق الواحات. وناخد بالنا انه تم غلق كلي لمنزل كوبري احمد عرابي في الاتجاه المؤدي للطريق الدائري، وتم اجراء بعض التحويلات المروريه، وده مستمر معانا لحد يوم 28 يناير. كمان في غلق لميدان سفنكس، وتم اجراء مجموعه من التحويلات المروريه علشان نتفادى حجم الكثافات، وده طبعا مأثر على شارع جامعه الدول العربيه ومسبب لبعض الكثافات. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم هنلاقي ان في هناك كثافات مروريه، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات. وظهرت كثافات في منطقه مشعل، وكثافات من شارع العريش لحد الطلبيه، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. كمان أما محور صفت اللبن في كثافات مرورية بتزيد في اتجاه جامعة القاهرة. لو رحنا لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب زيادة أحمال السيارات. في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا للقاهرة بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. لكن اللي قادم من الزراعي ومتجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة اللي غير مؤثرة بشكل كبير. أما اللي قادم من منطقة الدلتا ومستخدما طريق شبرا بنها الحر ومتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل استخدام محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد بشبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد، وبالتحديد من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرورية. ولو كملنا هنروح لشارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. خلصت جولتنا المرورية، وناخد بالنا ان في النهارده امطار ممكن تبقى كثيفة شوية او متوسطة وساعات رعدية، فناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية. كمان في كثافة في شبورة مائية الصبح بدري او بالليل متأخر، نلتزم بالتعليمات المرورية عشان نوصل لأشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت نبدأ معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمي.